جيكم كل هذا حد من مدة ساعة حتى لمدة ساعتين، وين كل مرة نستقبل ضيوف استثنائيين من مجالات مختلفة. الانترفيو كل هذا حد من مدة ساعة لمدة ساعتين على حياة فام. ضيفنا لليوم فنان تشكيلي على قدر كبير من الثقافة والإبداع، حقق عديد النجاحات الفنية لمدة سنوات متتالية. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الفنان حسين المقديدي، أهلا بك. شكرا على الاستضافة إذاعة الحياة FM، وهي مش غريبة علي، معناها الإذاعة اللي أنا كنت موجود لحظة التأسيس متاع الإذاعة، لحظة التأسيس معناها كنت موجود بالتصميم الشعار متاع الإذاعة. هذه علاقتي الأولى بإذاعة حياة FM، صممت لهم الشعار اللي هو زهرة الحياة، وحكينا عليه شوية بالكلمة معناها كيفاش تم التصميم بتاعه، وكان التواصل مع الدكتور محمد ليبال والدكتور طارق البرهومي، كنا نتواصل مع بعضنا، ومن خلال التواصل اكتشفت اللي هما مش طبة كهو، معناها طبة وعندهم على درجة كبيرة من الثقافة والوعي. الحقيقة محمد شاعر، طبيب وشاعر، وهذه كانت معناها أول مصافحة مع إذاعة حياة FM، اللي هي يعني إذاعة تحترم عقل المتلقي وعلى منظيفكم. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. سي حسين، في هذا الحوار باش نحاولوا نتعرفوا على مسيرتك الفنية، فلننطلق من البداية. رحلتك مع الفن التشكيلي كيف بدأت؟ ككل فنان، معناها معناها الفنان هو معناها يكون مغروم بالفن، يتغرم هو صغير يلقى روحه عنده ميول الفن معين، معناها اللي يغني ولا اللي يعمل فنون تشكيلية، ولا يكون معناها فما شغف بالفن، يحب الفن، يمارس الفن. كانت انطلاقة هكا كمن الفنان الكل، هذه هي انطلاقة الفنان. وتكون شكون هكا اللي غرمك باللوحات الفنية، بالرسامين إلى آخره؟ هو انا معناها النشأة متاعي كانت في 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 مكان في دار الثقافة تو. كان فما الحي الاوروبي في الستينيات. الحي الاوروبي فيه معناها المقهى متاع الوالد متاعي، مقهى القيرواني، مقهى على النمط الاوروبي، وكان المسكن متاعنا مقابل البلدية تو، وين قاعة محمد الحليوي، قاعة العروض، هذيك دارنا. بعد عملوا انتزاع وطيحوا للناس وبنيوا دار الثقافة. في المقهى متاعنا بابا كان مغروم بالفن، مغروم بالفن، ودرس أنه جاب فنان من تونس رسام، وأنا ممكن في العمر متاع 4 سنين 5 سنين، عمل لوحة كبيرة في المقهى متاعنا. أنا كنت معاه كل يوم، يعني يمكن تأثير اللول هو من معناها كنت عايشت الرسام هذا وكبت العملية الإنجاز متاع اللوحة. يمكن من وقت ذاك تعلقت بالفن، من وقتها كانت الانطلاقة. أنت عصام التكوين ومن عشاق النحت والتصميم تقريبا، هو الفن معناها نجم تقول كنا القطار، قطار اللي يمشي على سكة، سكة فيها معناها زوج خطوط متوازيين باراليل. الخط الأول هو نجم تقول الموهبة والتجربة وكل، والخط الثاني هو المعرفة والتكوين الأكاديمي. يعني زوج خطوط يزم يكون يحاول الفنان باش يكون معناها المسيرة متاعه تكون على معناها شبهت المثال اللي جبته لك كنا القطار بالضبط. إذا يكون الفنان عصامي ينجم معناها ذاتيا، يعني ينجم يكون روح، وينجم حتى الأعمال اللي يقوم بها، الأعمال معناها هو حتى في التخرج متاع الفنانين ديما تخرج يعملوا مشروع تخرج. الفنان اللي يمارس الفن حياته الكل معناها أنا مثلا كان نحسب قديش عملت من مجسم، كلهم كانوا مشاريع متاع تخرج. فهمت؟ هذا هو.
ما هو السر وراء جمال ونجاح أعمالك الفنية؟ نتصور فما برشا تعب ومجهود وراه. بالطبيعة فما تعب وفما مجهود وفما أنا ناخذ الأمور ديما بجدية. معناها جدية في التفكير، جدية في التصميم، جدية في الإنجاز. يمكن هذا معناها سبب من الأسباب اللي يخلي الأعمال ناجحة. الحاجة الثانية أنا معناها خدمت على مشروع كامل، أنه حبيت إن مشروع في وقت ينطاق، مشروع تجميل المدن. أنا فكرت باش معناها نخدم الفن في الفضاء العام في الشارع. وحبيت معناها فما معادلة أني نوفق بين حاجتين، بين جمالية المجسم اللي هو مش يتحط في الفضاء العام، مش يولي مكون مكونات المكان العام. معناها يزمو يكون جميل، هذا ما فيهوش حتى كلام، ويزمو يكون معبر ويكون سهل القراءة متاعه، سهلة خاطر تخدم انت في الشارع، تخدم للناس الكل، المتلقي هو المثقف وهو الإنسان العادي والإنسان البسيط، أي إنسان مش يتعدى قدام العمل اللي مش تقدمه له. نحاول ديما باش يكون الأعمال متاعي تكون سهلة قراءتها، حتى في لحظة عبور وانت بتعدي من مفترق نوصل لك الرسالة من غير ما تهبط وتقعد تفكر وتخمم، ويكون جميل، هذا أساسي في الأعمال متاعي، ويكون معبر بين سيرو في فكرة، في رسالة، في مساج. أنت من الفنانين القلائل اللي نجحت في أنك تأسس مدرسة وبصمة فنية خاصة بك. مدرسة مش سهل، بصمة فنية، قولوا بصمة. أنا في أعمالي حبيت نعمل المجسم التونسي، المجسم التونسي خاطر والأعمال اللي قاعد نقوم بها مش نحت، هي فيها جزء منها فيه النحت. أنا نعمل تنصيبات، التنصيبات هي معناها ليزانستالاسيون، هو فن معاصر، خاطر النحت والرسم فنون قديمة كلاسيكية، معناها عندهم 15 قرن وأكثر. نجم تقول توا قاعد يعوض في النحت في الأماكن العامة حتى في العالم الكل، هي ليزانستالاسيون هذوما التنصيبات اللي هو عمل، معناها هما كما قلت لك فن معاصر فيه النحت وفيه أشياء أخرى. أنا مثلا حكم أنه موجود مثلا كي ناخذ مثال القيروان، إذا خدمت المجسمات اللي خدمتهم في القيروان معناها اعتمدت على معناها مخزون التراثي بتاع البلاد، حبيت نختم عليه. وحبيت نعمل المجسم التونسي، المجسم اللي فيه الخط وفيه الحرف وفيه الشعر وفيه ومخدوم بالخامات متاعنا، بالخزف وبالنحاس يعني مختلف على المجسمات اللي تشوفهم في روما ولا تشوفهم في المدن الاوروبيه. ما نعرفش نجحت ما نجحتش، اما ديما نحاول باش يكون المجسم هو معناها من البيئه متاعنا قريب حتى انا نعطيك مثال معناها يمكن يعبر علي قاعد نحكي فيه. كي عملت مجسم ياسمين حمامات، هو معناها في مجسم مش قدمناه في محطة سياحية عالمية، مش جيوها السواح وزوار من العالم الكل، وهما عملوا مناظرة وانا قدمت المشروع متاعي، وكنت حتى المساهمة وقتها معناها ماشي في بالي انه معناها مش تكون مشاركة وكهو، خاطر فما أساتذة كبار، فما فنانين كبار، فما ناس قدموا مشاريع، لقى الاختيار على المشروع متاعي. علاش؟ خاطر انا كنت مختلف عليهم، هما يمكن متأثرين بالمدارس الغربية، مجسماتهم كانت معناها كانها أوروبية نحوت، لقاو اللي المجسم تاعي أنا معناها مجسم تونسي، فيه الـ 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 فيه المشموم وفيه الـ يعني فيه الخط، خدمت بالخط، مخدوم بالنحاس، نحاس المطروق، نحاس اليدوي. كان معناها اللي يحبوا يوصلوا له أنه السائح وقت اللي يتصور قدام المجسم يشوفوه يقولوا ولا كنت في كنا أنت تتصور في الصين قدام مجسم يقولوا كنت في الصين. القاوة اللي المجسم هذاك تونسي، ما كانش سهل باش أنا معناها بطبيعة بمجهود معين واللي وصلت باش نحاول باش نعمل مجسم معناها
تحسوا انه مجسم. كنا المدرسه معناها المدرسه نتاع الفنون في الفن التشكيلي في اللوحات، مدرسه تونس زبير التركي ومجموعه نتاعو حاولوا باش يعملوا لوحه تونسيه، يعني كي تشوفها تقول تابلو تونسي، فهمت؟ انا هذا التمشي ما انا حاولت باش نعمل عاش نجحت فيه ما نجحتش. على كل حال، اهم الحاجات اللي تاخوهم بعين الاعتبار في اعمالك الفنيه؟ قلت لك اللي معناها اول حاجه كنت نحكي لك، اول حاجه هي الجماليه نتاع المجسم، ما فيهاش حتى نقاش معناها قلنا، وبطبيعه معناها سهوله القراءه نتاعو، انه زاد يعبر على الجهه اللي تخدم لها. مثلا نحن كنخدم بطبيعه المنطقه، يعبر على الخصوصيات نتاعها، المخزون الحضاري نتاعها. على مش تحط مجسم في القروان مش تحكي على القروان، مش تحط مجسم بينسير مش تحكي على القروان. هذا هو. احنا سي حسين مازلنا مواصلين في الحوار، لكن لو تسمح بكل لطف تلبسنا الكاسك خاطر باش نحاولوا نتعرفوا عليك اكثر مباشره في هذا البورتري. اليوم نحكيوا على فنان تشكيلي على قدر كبير من الثقافه والابداع، يعتبر من اهم الفنانين اللي انجبتهم تونس، وهو حسين المقدادي. حسين المقدادي فنان تشكيلي تونسي وابن القيروان، مختص في المجسمات والتنصيبات الجماليه. أعماله الفنية ديما تجمع بين الفن، الجمال، التاريخ، العراقة والوطن. وين نجح الفنان حسين المقدادي في إخراج الفن من المتاحف والقاعات وتقريبه للمواطن من خلال جعل المجسم عنصر مكون للمكان العمومي. الفنان حسين المقدادي قام بعديد المجسمات في مختلف المدن التونسية، لكن اللي أنجزه في القيروان يبقى حالة استثنائية، وين قام بأول مجسم ليه واللي هو جدارية الشعراء في عام 1995، وكان ذلك بمناسبة مهرجان ربيع الفنون الدولي. من ثم قام بمجسم الزربية عام 2000، ومجسم الاسترلاب اللي يميز النهضة العلمية اللي عرفتها ولاية القيروان زمن الأغالبة، وأكيد ما غير ما ننساو مجسم الرق الأزرق بمناسبة اختيار القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، بالإضافة العديد من الأعمال الفنية في مدن أخرى كيما الحمامات وجربة. ومن بين آخر النجاحات اللي قام بها الفنان حسين المقدادي هو مجسم فلسطين أم الشهداء، واللي عبر على صمود الأم الفلسطينية، قوتها وصلابتها تجاه العدوان الصهيوني، وين تم تركيزه قرب سفارة فلسطين بتونس. واليوم الفنان التشكيلي حسين المقدادي هو ضيفنا في برنامج الانترفيو على الإذاعة الأولى للصحة في تونس، الحياة فاب. ضيفنا لهذا الأسبوع الفنان حسين المقدادي. أستاذ، فمش بعض الإضافات تحب تزيدهم على البورتريه؟ والله هي معناها قالت كل شيء تقريبا، يعطيها الصحة. يمكن فما شوية مبالغة، أما لا بالعكس هذا تواضع منك. به خلينا ننتقل للحديث على أعمالك الفنية. نبدأ بجدارية الشعراء اللي هو أول مجسم أنجزته في مسيرتك، كان بمناسبة مهرجان ربيع الفنون الدولي في عام 1995. صحيح، أنا قبل ما نعمل جدارية الشعراء بالطبيعة معناها تقريبا مارست أغلب تقنيات الفنون، رسم ونحت والخط وكل شيء، تصميم الأغلفة والدواوين والمعلقات، لين معناها التحول اللي الكبير في مسيرتي الفنية ولا في حياتي هو وقت عملنا جدارية الشعراء. كان أول عمل فني، بقول من أول أعمال فنية في الشارع في الفضاء العام، ما كانش معناها في الفترة هذيك ما كانش معناها متداول أنك تعمل عمل فني فيه شعر وفيه رسم وفيه نحت وتحطه في الشارع. كانوا عادة يعملوا خاصة وإلا مونجيلا في كل الأماكن الكل. نحن معناها فما مجموعة مثقفين في القروان وشعراء أسوا معناها مهرجان ربيع الفنون في العام هذاك، واستدعوا نزار قباني باش يكون موجود بيناتنا. هو اللي دشن العمل هذا الشاعر القدير نزار قباني. للناس اللي تبع فينا في الديجيتال موجوده ديجا صوره انت ونزار قباني وقت اللي دشن العمل، وكان كتب لك رساله شكر الى صديقي حسين المقدادي. صحيح. بالمناسبه هذيك حبينا نعملوا عمل فني
يخلد ويبقى ذكرى أول دورة لربيع الفنون الدولي. صممت العمل بالطبيعة مع الاتفاق مع الأخوين كل الشعراء، واخترنا معناها قصائد مش نكتبوها على جدري، هو كانوا مخطوط وعلى شكل مخطوط فيه قصائد. أنا حبيت يكون عمل فني متكامل، فيه النحت، فيه الخط، فيه الرسم، أنه هو فيه لوحة كبيرة أو لوحة، فيه الشعر، فيه تقريبا فيه كل شيء. أنت وتم إنجازه في الفترة هذيك، ولقى إعجاب معناها من طرف الجميع، خاصة نزار قباني. هذا كان أول عمل فني قمت به. وهو من تقريبا أول عمل فني في الشارع في تونس، هذا العمل اللي الوالي استغرب وقتها كي عملتوها. أي نحن وقتها معناها المجموعة اللي كنت نحكي لك، المجموعة المؤسسين متاع ربيع الفنون، تحولنا بالطبيعة، عملت تصميم ومشينا قابلنا الوالي، اللي نحن في معناها باش يكون في بالك اللي ما تنجمش وقتها تعمل مجسمات في الشارع إلا بالتنسيق مع السلطات، مع البلدية، مع الوالي، مع تنجمش في الفضاء العام. قابلنا الوالي وعرضنا عليه المشروع، استغرب هو معناها كيفاش عمل فني في قال المعمول به أنه تعملوا هذا الموجود، يعني تعملوا خاصة ولا تعملوا منجالة ولا تعملوا، قلنا له كيفاش معناها هذا حاجة جديدة نحبوا نعملوها، وأقنعناه. وحتى الجداري هي فونتين، هي فيها كاسكاد دو، دخلنا فيها عنصر الماء باش تكون يعني، وزادتها الحقيقة جمال. واقتنع واخترنا المكان اللي بحدا الكونتيننتال وانجزناها، وكان عمل معناها تطوعي بدون مقابل، معناها وقتها نحن متحمسين ونحبوا نجملوا المدينة. هذا هو من جدارية شعراء نمشيوا المجسم زربية اللي كان في سنة 2000 وتقريبا جاء ضمن مشروع تجميل مداخل المدن. هو كان في ضمن بالطبيعة وقت عملوا مدخل مدينة القيروان وجدوه كل شيء، وحبوا كانت فما هكا معناها كنا توندونس في تونس يعملوا مدخل مدينة، مدخل كل مدينة، ويحاولوا باش المدخل يكون جميل. وقتها فكرنا باش نعملوا المجسم يحكي على القروان، انا اخترت باش تكون معناها وقتها القروان هي عاصمة الصناعة التقليدية، معناها كانت الزربية في أوج الإنتاج عام 2000 مش كنا تورا، عام 2000 معناها فما معناها آلاف الحرفيات اللي خدموا في الزربية، وكانت فما نشاط كبير معناها تصدير الزربية من القروان. دونك معناها القروان كانت هي العاصمة متاع الصناعة التقليدية متاع تونس. أنا حبيت نعمل مجسم وأنت داخل القروان نقول لك من خلاله كنا عملنا جدارية الشعراء اللي كنت نحكي عليها، معناها كي تدخل تقول اني داخل مدينه اللغه العربيه، مدينه الحصري، مدينه الحصري ابو الحسن الحصري، معناها اللي انا كاتب له قصيده فوق جداريه هي يا ليل الصب وما تهبده، قصيده عالميه وانا تفاوز حتى حد ما يعرف الكلام هذا، انا حطيتها في جداريه الشعراء. اذا انت داخل، حبيت نقول بجدارية الشعراء أنت داخل مدينة الشعر ومدينة اللغة العربية ومدينة كيف مجسم الزربية، حبيت نقول للعباد اللي داخلين أنت داخل عاصمة الصناعة التقليدية عاصمة. والفكرة معناها لهنا مش نرجع نشرح لك كيفاش خدمت باش تفهم اللي كنت نقول لك فيه، معناها المعادلة بين أنه المجسم يكون جميل ومعبر وسهل، فهمت؟ وأنت متعدي نوصل لك المساج من غير ما في لحظه. المجسم انا اخترت باش يكون معناها هي على شكل بطبيعه زربيه كبيره، هي الام وفما عمليه ولاده معناها في كينها في البطن نتاعها تحت ازراب يخرجوا في حركه، معناها كينها عمليه ولاده، معناها بطبيعه هي اشاره الانتاج نتاع الزربيه. واخترت اجمل زرابي معناها تعرفت بهم القروان وخدمت عليهم، وكان عمل شاق ومتعب مش سهل. باش معناها قد يخذ منك وقت عمل الزربية؟ يمكن نحن نشوف الوقت في العمل الفني هو ينقسم تقريبا، نقولوا نحن لجوز مراحل، فما التصميم وفما الانجاز. مرات التصميم معناها باش انت توصل الفكره، كنا الملحن
ملحن باش يوصل يلقى جمله موسيقيه ما تسمعتش حاجه جديده ولا باش يوصل لحن معناها تاخذ وقت. ونحن كيف كيف معناها المهمه صعيبه انك يلزمك تعمل حاجه ما تشفتش ما تعملتش معناها مغامره يدخل فيها الفنان وخاصه في المرحله الاولى مرحله البحث مرحله انه معناها مرحله التصميم انك باش توصل تلقى الفكره وهذيك هذيك السعاده نتاع الفنان وقت الظفر بالفكره وقت اللي يوصل ويلقى الفكره هذيك الفرحه نتاعو. المرحله الاولى هي التصميم وانك تخدم المجسم معناها بحجم صغير وبعد التخطيطات اللي تعملهم وبعد كل شيء ومن بعد الانجاز نتاعو بين التصميم والانجاز اللي عمل هذاك يمكن ياخذ 4-5 شهور باش خاطر عمل بالخزف ورسم تاع الزربيه وفما على المقياس هذاك ومعناش نحن خزافه في القروان انا كنت مجبر باش نمشي النابل معناها عند خزافه يخدموا لي ونجيب وناس تبني وناس تركب يعني متابعه الحمد لله معناها كان عمل ناجح اكيد. بعد جداريه شعراء ومجسم الزربيه نمشيو للمجسم الاسترليب اللي يرمز للنهضه العلميه اللي شهدتها القيروان في زمننا الاغالبه. صحيح هو مجسم بطبيعه برونزي معناها من النحاس وانا خدمته في امام ابي زمع البلوي حبيت كيف انا معناها الفكره نتاعي انه كان عندي مشروع نعمل فيه في القيروان مشروع معناها انه كينو الحكايه نتاع القروان نحب نحكيها في اللي غنفوا على الحكايه معناها حتى السياحه الثقافيه هي حكايه تحكيها للناس تحكي حكايه بلادك تاريخنا وتراثنا والقيمه الحضاريه نتاع القروان معناها ما يعرفوش الناس قاعد مدفونه في متحف ما يمشي له حد. انا حاولت باش فما كنوز حبيت نخدم عليهم كنا استغلاب كنا الرق الازرق وكنا القصايد اللي كنت تحكي لك عليهم الحصر يغيروا خرجت الخط الكوفي القيرواني اللي خدمت به حبيت نخرجهم نحطهم في الشارع يشوفوهم الناس باش نقولوا للعباد اللي انت نحن معناها نحب نقولوا للناس اللي معناها انت داخل المدينه معناها عندها حضاره عندها علوم عندها فنون عندها فهمت. مجسم استغلابي معناها في هو في المشروع هذا مشروع انه بديت بالجداريه اللي هي القيروان الادبيه بعد خدمت على القيروان العلميه عملت المجسم الاسترلاب المجسم البرونزي هذا انه كان فما علم كامل في القروان وقت بيت الحكمه علم معناها علم كامل علم الفلك وعلم الاسترلاب وعلم فما ناس عملوا عليه كتب انا خذيت حبيت نقول اللي نحن زاد عرفنا العلوم من خلال بيت الحكمه اللي كانت موجوده في رقاده وخدمت المجسم خدمت معناها لهنا معناها في المجسم الاولى خدمت على الشعر وعلى الخط وعلى الواحد المجسم الثاني نتاع الزربيه خدمت على الصناعه التقليديه لهنا حبيت نخدم على الزخرفه والمنمنمات والزخارف الاسلاميه الموجوده في نقوش جامع عقبه موجوده في المحراب انا خذيت معناها الزخرفه نتاع محراب جامع عقبه هي بيدها موجوده في الاسترلاب هي بيدها الزخرف نفس الزخرفه خدمت عليها وخذيت استرلاب معناها خدمته وحطيت فيه الدعاء نتاع عقبه موجود مكتوب اللهم املاها علما وفقها وعمرها دعاء معروف ومن فوق في التاج نتاع الاسترلاب يعني هو كانوا استرلاب نتاعي انا عملته على كيفي انا حطيت بيت شعر نتاع الفزاري القيرواني فهل القيرواني وساكنيها عديل حين يفتخر الفخور بلاد حشوها علم وحلم واسلام ومعروف وخير يعني ما هذا موجود في الاسترليب هو معناها مجسم حبيت نحكي على العلم اللي كان موجود في القروان وبالتوازي مع اللي كنت نحكي لك فيه باش يكون زاد مقبول شعبيا الشكل العام هو شكل نتاع مرش هي المعروفه معناها المرش نتاع الزهر خاطر نحن بحدا مقام ابي زمع البلوي وفما عاده موجوده معناها نتاع الزهر والمرش وكل شيء حتى فما ناس يسميوه المرش ما يسميوش الاسترليب ما عادش تعرف هذا ولا اسال عزيز يمكن يعرف يقولوا المرش ولا في شكل نتاع مرش يعني خلاصه القول في جداريه شعراء خدمت على القيروان الادبيه
في الزربية خدمت على القيروان الصناعية العلمية لا الزربية وي الصناعية تقليدية صناعية ترابية اوكي داكور وفي مجسم الاسترلاب خدمت القيروان العلمية القيروان العلمية صحيح خلينا نمشيو للقيروان الروحية توا القيروان الروحية واللي هو مجسم الرقل الأزرق اللي كان الأزرق. بمناسبة اختيار القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية. الفكرة نتاع المجسم هذا كيفاه بديت؟ الفكرة بديت بالطبيعة ديما هي في شكل مناظرة معلنت عليها وزارة الثقافة أنهم حبوا يعملوا مجسم وعملوا مناظرة وكان يرأس اللجنة الفنان نجال مهداوي ومعها أعضاء آخرين والحقيقة معناها الحمد لله معناها اختاروا التصميم بتاعي أنا. الفكرة أنه هي القيروان هي معناها كانت أول ديما أنا ننطلق من 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 فكرة ونحاول باش نجسمها فنيا. فكرة أن القيروان هي كانت أول المدن الإسلامية في 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 الغرب الإسلامي يعني في شمال إفريقيا هي أول مدينة إسلامية. هنا قلت ولا نأخذ الخط الكوفي القيرواني نخدم عليه اللي هو الخط متاعنا مكتوب به معناها مصحف الحاضنة مكتوب به رق الأزرق. خذيت الأليف الأليف في الخط الكوفي القيرواني على أساس أنه هو أول حروف العربية والقيروان معناها هي أول المدن الإسلامية في في شمال إفريقيا. لهنا فما رمزية حبيت نخدم عليها خذيت الأليف ووظفته في المجسم. طور المجسم كي تشوفوا هما أربع أليفات الأليف متاع الخط الكوفي القيرواني الأليف في الـ في الـ في الآخر متاعه يصبح مخطوط بك الحركة اللي عملتها أنا وميكسب كله بصفحة من رق الأزرق. رق الأزرق اللي ما يعرفش اللي هو مصحف معناه فريد من نوعه في العالم موجود في متحف الحضارة الفنون الإسلامية في رقادة معناها مصحف أزرق مكتوب بماء الذهب. هنا حاولت باش الحرف الأليف وحاولت باش المجسم يكون معناها يكون هو هي كانوا صفحة من نارق الأزرق كانوا صفحة من نارق الأزرق وبالطبيعة الأليف شكل مخطوط كسيته بصفحة من نارق الأزرق وحتى القرآن المكتوب هو بيده من نفس الصفحة. الرمز والمعنى شنو بالضبط هو أنا معناها حبيت إن هنا إشارة أنه الإسلام اللي انتشر من القرآن انتشر في الشمال إفريقيا ولا في الغرب الإسلامي صحيح انتشر بالفتوحات ولكن زاد انتشر بالدعاة اللي مشاو اللي هم منسيين مشاو نشروا الإسلام ما هزوا معهم حتى شيء هزوا معهم القرآن اللي هو فيه مخطوط معنى هزوا الجيتشما والبارشما الجيتشما معنى خريطة الطريق مش مشاو وهزوا معهم البارشما اللي هو المخطوط اللي يعني نشروا الإسلام بالسلم حبيت أنا نعمل إشارة لهم هما معناها بالحرف اللي ختمت عليه بالقرآن الموجود في الرق الأزرق الإشارة متاع المخطوط شكل المخطوط حبيت نقول اللي صحيح معناها القرآن هي عاصمة الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية أنا خدمت على الخط وعلى الحرف وعلى الثقافة الإسلامية كمان فهمت معناها الأساس متاع المجسم هو الخط الكوفي القيرواني والفكرة كانت هذه هي معناها اللي بين الأعمال الأربعة هذوم العمل الأقرب لقلبك والله أكيد فما واحد مميز على البقية الأخرين نجم تقول هو الناس ما عرفش الناس يحبوا الزربية وبتترية يحبوها خاطر يمكن ديما نقول حتى كي نبدا نفكر باش نعمل مجسم ديما نقول اللي معناها التونسي بصفة عامة كي تخدم عمل فني ولا مجسم مش من البيئة متاعه يشمئز منه ونحاول باش المجسم يكون من البيئة متاعنا هذاك علاش الزربية نجحت خاطر فماش إنسان ما عندوش زربية في داره الناس يحبوه الناس المجسم وقت يكون يعني مستوحى من بيئتهم من أنا الحقيقة معناها اللي عملت فيه مجهود كبير ونشوفه فيه عمق وفيه خدمة والناس ما يمشيلوش وما يقرأوش وأبيات شعري فيه هي جدارية الشعراء بصراحة كانت تكون أجمل من هكاك وكانت تكون أكبر من هكاك لو كانت فما الإمكانيات نحن كي خدمنا ما فماش إمكانيات بالكل معناها الإمكانيات اللي خدمنا بها معناها بالطبيعة نحن العمل كان أنا كنت متطوع معناها بدون مقابل ومعناها والأعمال كل تمت بعمال البلدية يعني فماش إمكانيات باش تجسم
التصميم اللي كنت انت تتخيله باش يكون اكبر واجمل واحلى، والماء تشوف معناها ما يخدمش، والونتروتيا ما فماش، والضوء مرات ما يسعلش. عليه في اعمالك اللي موجودين في القيروان فماش الامضاء او اسمك موجود عليهم للتعريف؟ موجود الاسم، موجود في الزربيه، موجود في الرخامه مكتوب، في جدار الشعراء موجود، اما بالطبيعه في الرخامه مكتوب باللكحه الدهن يمكن منقوش، منقوش بقى النقش موجود. في الاسترلاب موجود، اما على غالب الاسترلاب ديما ينحيوا في النحاس، على غالب معناها ديما نحكيوا فما سلبيات، فما سلبيات اما صلحته برشا مرات خاطر نحاس، مرات يطمع باش يسرق النحاس. منهم اسمي وعندي تو الاسم، مش نعاود باش نحطه. موجود في في فريق الازرق، موجود في مكان يمكن انا معناها وقت اللي نخدم نقوم معناها نعمل عمل فني ونتم وننجزه ما نفكرش في اسمي برشا، ما نفكرش بالكل، يمكن حتى اسمي نحطه بطريقه محتشمه، ما نحبش نظهر. انا ديما نحب العمل متاعي هو اللي يظهر، حتى الناس كي يحكيوا معايا نحبهم يحكيوا على خدمتي، ما نحكيوش انا. حتى اصحابي كي نقابلهم عمري ما نحكيش على اعمالي، قليل، فهمت؟ يمكن هذا كيف يتجسم في انه كل عمل نعمله وقت اللي نحط اسمي نحطه معناها بصوره محتشمه، ولا نحطه في مكان ما يتشافش، ما يهمنيش برشا، اللي يهمني الناس يعجبهم. جيد، ممتاز. خلينا تو ننتقل الى اخر اعمالك الفنيه واللي كان حقق نجاح كبير ونال اعجاب التونس الكل، واللي هو مجسم ام الشهداء اللي يحكي على اهالينا في فلسطين. العمل هذا كان حقق نجاح على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي. قبل ما نحكيوا على العمل، كنت تتصور النجاح الكبير اللي باش يحققه هذا العمل؟ لا الحقيقه لا. ليه؟ معناها خاطر ما كنتش نتصور. انا ديما الفنان كي يقوم بعمل ما نجمش يعرف الرياكسيون تاع العباد، ما نجمش يعرفها بالكل، كيفاش يتقبلوا الناس العمل الفني. وانا مرات نحاول باش كي نبدا معناها في المرحله نتاع التصميم، فما ناس تقام قراب ليلي برشا، مرات نشاورهم نشوف كيفاش يتقبل الانسان العمل الفني قبل الانجاز نتاعو. ما كنتش الحقيقه، اما اش نقول، انا نقول اللي كل عمل فني معناه يعبر على الوجدان نتاع الانسان ينجح والانسان يتعلق به ويحبه. اذا انت وصلت تعبر، والعمل هذاك هو وقتها عبر على الوجدان نتاع الناس الكل، عبر على اللي يحسوا به الناس الكل. وانا واحد منهم، حسيت اللي حسوه الناس وقت الغزو، عبرت عليه بطريقه فنيه. المجسم هذا هو انت كنت اقترحت الفكره على وزاره الثقافه، او وزاره الثقافه هي اللي اتصلت بيك؟ لا انا ما اقترحتش، انا ما كان معناها هو عمل تلقائي، انا وحدي حسيت كما حسوا الناس الكل، خدمت نحت وحدي معناها اللي حسيته خدمته بطريقتي. تنشرح لك كيفاش خدمته، وهبطته في الفيسبوك وعجبتني قصيده نتاع سميح القاسم، حطيتها معاه، هبطت اتصلت بيا وزاره الثقافه قالوا لي تجي، فهمت؟ لازم تجي نقابلوا كل شيء. مشيت الحقيقه معناها الاتصال الاول كان مع معناها مسرح الاوبرا ومدينه الثقافه والمدير العام تاعهم، ومن بعد تم التواصل مع السيده الوزيره وقتها وطلبوا مني باش وتحولنا مشينا قابلنا سفير فلسطين بالحاح منه، انه معناها خاطر الفيديو اللي هبطت وانا تحول بالواتساب من مسؤول 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 مشي المسؤولين الكل، طلبوا مني باش نجسمه، وكنا مش حطوه قدام مدينة الثقافة. وهذي في نهارتها في الصباح مشيت قابلتهم، خذينا القرار باش نعملوه، ومن الوزيرة مشينا للسفير فلسطين. سفير فلسطين وقتها عليها حب واقترح باش يكون المجسم قدام السفارة، وانا وقت اللي مشيت قابلتهم ما روحتش، معناها قعدت الحقيقه. معناها بالطبيعه نحن ما نجموش نخدموا معناها مجسم على فلسطين باش نربحوا فلوس كمان، معناها الشرط دول اني كنت باش يكون عمل معناها تضامن مع شعب فلسطين، عمل تطوعي، اما هما الحقيقه وفروا لنا المواد وكل شيء. وقدمت الانجاز يمكن 20 يوم ولا اكثر شويه، ومعناها وانجزناه المجسم. المجسم نجم نحكي لك على الفكره كيفاش جات شويه. هو هنا خلينا ندخل في التفاصيل نتاع فكره المجسم. عليه ركزت على الام انا وقت اللي ديما
الفنان كي يجي مش يخدم ديما نحكيه على فترة أصعب فترة هي فترة البحث والبحث عن فكرة والانتوس هذيك الصعيبة يزمك تختار معناها حاجة تخدم عليها. أنا وقتها حقيقة تأثرت بالأمة الفلسطينية وقتها نشوفه في المقاومين كيفاش يقاوموا كيفاش معناها الصبر متاع الأم وقلت أنا وراء المقاومين هذم الكل وراء السمود وراء فما أم هي اللي صنعتهم هي المدرسة الأولى هي أم هي أم المقاوم هي أم الشهيد هي أم الأسير هي أم الأم هي 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 معناها تنجم تقول هي القوة الناعمة اللي وراء القوة هذيك الكل. أنا اخترت الأم حبيت نخدم عليها والفكرة الأولى هي أنه قلت أنا كيفاش باش نحكي على هالمأساة اللي صارت والعدوان والأحداث تتوالى والأحداث كلها تهبط في الوسائل التواصل الاجتماعي حدث يمحي حدث حدث يمحي حدث دونك معناها الذاكرة متاع الشعوب الذاكرة مش تبقى في التاريخ الحدث هذا كيفاش أنا مش نخلده باش يقعد خاطر الوسائل التواصل الاجتماعي كما قلت لك ما تنجم ما تدومش. فكرت اللي بيكاسو عمل لوحة غورنيكا لوحة معناها هي تحكي على القصف اللي وقع على معناها قرية صغيرة قرية إسبانية اسمها غورنيكا الألمان والوتلين يمكن عام 34 عملوا عليها عدوان وقصفها وكل شيء تنسيت الحكاية ولكن بيكاسو عمل لوحة اسمها غورنيكا لوحة كبيرة مشهورة معروفة بقات اللوحة معناها الحروب أغلب الحروب تنسيت قال الحرب دي كما تنسيت بفضل اللوحة متاع بيكاسو إلى لليوم لليوم يعني بفضل أنا قلت نعمل عمل فني اللي يخلد ولا يبقى ديما الناس ما ينساوش العدوان اللي وقع اخترت باش معناها تأثرا باللي عمله بيكاسو أنا عملت الأمة الفلسطينية وما كان سهل ما كان سهلش معناها هو الحركة متاع الأمة الفلسطينية حل يديها وتغزر للسماء وكأنه لهنا حلول الأرض انتهت التجأت إلى الله هذا هو هذيك الحركة اللي حبيت نعبر بها على كل شيء وقتها الحقيقة ما فماش حتى حلول وعدوان كبير معناها والعالم الكل معناها ضد الشعب الفلسطيني وأنا قلت هي في الأخر معناها التجأت إلى الله بكفيها وعينيها وكل شيء أما قلت لك الصعوبة اللي لقيتها في تجسيم العمل هذاك أنه كيفاش مش تعبر على حرب أنا ديما المبدأ متاعي أنه ونعمل نقوم بعمل فني ونحطه في الشارع لازم يكون جميل ما نجمش نحط في الشارع حاجة مش جميلة كيفاش أنا مش نعبر على حرب وعلى عدوان ويكون جميل معناها صعيبة صعيب حرب عدوان دمار وشو لين معناها كي خدمت على الأمة الفلسطينية قلت أنا هما يحبوا يمحيوا الوجود الفلسطيني وكيف كيف يحبوا يمحيوا التراث الفلسطيني قاتل التراث جزء كبير من الوجود الفلسطيني حبيت تكون الأمة الفلسطينية موجودة فوق الدمار موجودة حاضرة واقفة مزيانة حلوة باللباس التقليدي الفلسطيني اللي هو جميل بالطبيعة بالحركة اللي هي معناها تتضرع إلى الله لهنا معناها وصلت الهدف اللي أنا حبيت عليه أني عبرت على حرب عبرت على عدوان بحاجة جميلة بالأم فيه بهجة فيه جمال فيه وهي معناها والعدوان مثلته كانوا الركام الموجود معناها كانوا منصة وقفت فوقه ارتقات به إلى الله هذا هو هذا هذه فكرة بتاع المجسم واضح جدا احنا سي حسين في الحوار عنا فقرة اسمها فقرة صندوق وين نختاروا مجموعة من الأشخاص يتوجهوا لك ببعض الأسئلة مستعد لهذا علاش لي يلا فلنا انطلق وتوا نحل الصندوق في الانترفيو نبدأ بالصندوق الأول اللي يجيك من الفنان التشكيلي والشاعر خالد ميلاد تحياتي لضيفك ولصديقي الفنان الكبير الغني عن التعريف الحقيقة تحياتي أيضا لأسرة حياتي أفام وكل المستمعين الأوفياء والأكارم أنا شخصيا سعدت بهذه الاستضافة لأنها تستضيف رمزا من رموز الإبداع التشكيلي الذي عرفت أعماله وانتشرت في عديد الأماكن وفي عديد المجالات في مداخل المدن في الساحات وهو يحتفي أيضا في
أعماله بالواقع مجسم بطريقة اكتسب بها خصوصية خاصة. حين تأمل أعمال خوي حسين المقددي بتنوعها ووفرتها فإني أجد فيها رابطا بين شتى ضروب الإبداع، أجد الرسمة، أجد النحت، أجد الخط العربي بتنويعاته وتشكيلاته، أجد تنصيبا وهو المهم في دائرة اختصاص صديقنا هذا الفنان الكبير، أجد كذلك مزيجا في فنون الأرابيسك والتي استطاع أن يستوعبها ويختزلها بطريقة مثلى بزخم من حسه والتساقه الراقي وشعوره بالانتماء الأصالة، واستطاع أن يصوغ منها دررا عديدة. سؤالي، ما السر في جمعك أخي حسين بين كل هذه العناصر، وكيف استطعت أن تخط منجزك أو كل منجزاتك خطا مختلفا عن غيرك لا يعرف به إلا حسين المقدد؟ وشكرا. تحية للفنان التشكيلي وشاعر خالد ميلاد، كيف تتفاعل مع أكيد صح خالد؟ خالد هو يحبني، معناها يحب أعمالي، يمكن يبالغ شوية، إنه ما نحبش كل عظم وندرسني وشاعر بوانش عنا فيه. أنا نشكر بارك الله فيه معناها على الإحساس متاعه وهذا قلت. وأنا معناها السؤال متاع خالد هو أنه معناها كانوا يسألني على الخط الرابط بين، أنا قلت لنا كيني عندي مشروع من غير ما نشعر، كيني تكون مشروع أنا معناها اندمجت فيه وبديت نخدم فيه، هو أني كيني نحب نعمل المجسم ولا التنصيبة التونسية اللي بال 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 فيها الأشعار وفيها الخط التونسي وفيها وبالخامات التونسية بالخزف، عملت حتى بالفوسيفوسة في زغوان، عملت مجسم بالفوسة، خدمت بالفوسيفوسة بالخزف بالحاس المطروق، يعني يمكن هذايا هو تنجم تكون هي الإجابة على خالد الصديق خالد اللي نحيي لي وزد فنان ونحب طبعا. أنا نحب أعمله، أنا نحب معناها نقول له انت فان جوغ نتاع الحروفيه بيان سي، وخاطر فان جوغ يخدم بالتوش يخدم بسرعه، معناها انا نقول له انا نحب اعمال خالد ميلاد يمكن هذا ينجم يكون جواب على السؤال. اما هو راهو ديما فما ناس ينجموا يعبروا على الفنان اكثر من اللي هو عبر على روحه طبعا. مثلا خالد ميلاد يمكن شاف حوايج انا ما نشوفهمش، خاطر الفنان عنده قراءه مختلفه، الفنان ينجز العمل الفني ما ينجمش يحكي ما ينجمش يفسر، هذا هو. فما ناس ولا نمشيو للصندوق الثاني نكتشفوا مع بعض. الاستاذ القدير حسين المقدادي فنان موهوب ومتجدد ومتشعب الرؤى، والحقيقه ينال اعجابنا في كل مره لانه ليس فقط فنان كبير يهتم بالمدن وبشعاراتها وبرمزيتها وبالقيروان وغير القيروان، ولكن السؤال المطروح الذي ربما نطرحه عليه، هل هنالك مساحات اخرى غير التي نعرفها؟ وفي شخصيه حسين المقدادي هل له تطلعات أخرى وهوايات أخرى يمكن أن تثري التجربة ونكتشف فيها الجانب الخفي من هذه الشخصية المتميزة، الفنان الرقيق الرومانسي والرمزي؟ الأستاذ الجامعي المنذر شفرة يطرح عليك السؤال التالي، هل لديك تطلعات وهوايات أخرى؟ هو ساعة نحب نشكر السي منذر على الكلام اللي معناها هو غني عن التعريف، أستاذ كبير، الأستاذ جامعي مختص في الجماليات، منظر قريب ياسر للفنون، يمكن هو يفهمنا أكثر من غيره. والله إيش نقول لك، أنا هو يعرف اللي أنا معناها الحاجة اللي كنت نحبها، وهو معناها علاقتي بالأدباء والشعراء. أنا معناها من الثمانينات كنت معناها معاشر وملاصق للشعراء والأدباء والكتاب أكثر من الفنانين التشكيليين، معناها محبتي المطالعة والشعر، وكنت يوميا معناها مع محمد العزي الله يرحمه الشاعر الكبير ومنصف الوهابي والمجموعة هذيك، كنت يوميا معهم. يمكن هذه معناها المحبة الثانية، أنه مغروم بالأدب، مغروم بالشعر، مغروم بالعالم هذاك، وعلاقتي كل معناها كانت أصدقائي هما الشعراء هما، وكنت نشوفهم معناها نحطهم في القمة ديما، ما نعرفش علاش. ممتاز، شكرا لك حسين، وهذه كانت فقرة الصندوق. وتوا نحلوا الصندوق في الانترفيو.
في السنوات الأخيرة أنت ومجموعة من المثقفين كنت عملت تصور فني لفضاء فسقية الأغالبة، حدثنا عن الفكرة وعن التصور متاعكم لفضاء الفسقية. والله الموضوع هذا متاع تصميم هو تصور فني لفضاء فسقية الأغالبة، هو وقعت في تقريب 2016-2017، وقعت حرك أنه معناها المجتمع المدني والناس كله والمسؤولين حبوا معناها يعملوا تدخل في الفسقية، حبوا يتلفتوا لها، وقعت ندوة وطنية معناها للبرك الأغلبية، ومن بعد على إثرها معناها وقع كما الحوار في البلدية، وقعت فما لجان تعملت لجان تفكير، أنا بيدي كنت معناها رئاسة اللجنة المعمارية، فما لجان وفكروا وخرجوا معناها مقترح يقولوا من أذبين الفسقية تكون فضاء معناها في حديقة، تكون حديقة فيها مكتبة فيها نفرات فيها يعني خرجوا عديد من التصورات، ولكن ما قالوش كيفاش تكون المكتبة وكيفاش تكون الحديقة وكيفاش هذه مهمة الفنان. قعدت الحكاية هكاك الحقيقة معناها ما فماش متابعة، ما صار حتى شيء بحكم التصور هذا تم اقتراحه على السلطات مثل الولاية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة إلى آخره، ولا لا قدمت ملف؟ لا ما عنديش أنا حتى صفة باش نقدم ملف. أنا فنان عملت تصور فني، أنا عندي حلم حبيت نجسمه في فكرة لا أكثر ولا أقل، كيمنا الفنان يعمل فيه يغني يحب يغني. هذا اللي ما فهموش الناس كي أنا عملت التصور الفني، خاطر على إثر اللي كنت نحكي لك عليه أنا وقتها قلت علاش من معناها المكونات متاع المشروع متاع الفسقية اللي اقترحوه الأخيان، علاش ما نتخيلوش أنا كيفاش نتخيلوا نعملوا في تصور يعني كيفاش. لكن أستاذ إذا جيد كونه يكون فما خيال جميل إلى آخره، لكن من المحبذ الخيال هذا يترجم على أرض الواقع، لأنه القراوة الكل يعرفوا الحالة اللي عليها معناتها فسقية الأغارب الحقيقة حالة صعيبة، نورمالمون تكون حالتها خير من هكاك برشا. علاش ما دقيتوش البيبان، مشيتوا للوزارات، مشيتوا للولاية؟ شوف هو وقتها يعني جاء وزير السياحة وفي الفسقية حكينا معاه الناس كل، وقال تحبوني ان نعمل ندخل في الفسقية، حتى واحد ما قدم لي مشروع، قدموا لي فكرة بالحق، اذا انت تحب تعاون على الاقل قدم لهم مشروع هما يخدموا عليه، ما ينجمش الوزير باش يقعد يعمل لك هو التصور. نحن اولاد المنطقة نحن نحبوها تكون على كيفنا نحن كيما نحبوها. انا خدمت معناها في التوجه هذا وعملت التصور الفني بتاعي، ولكن كيما قلت لك راهو عمل معناها شخصي، وحب لهنا بالمناسبة معناها ما ننساش الدكتور خليل بن صالح اللي كان معايا، هو مدعمني وكان معايا معناها وكنا مع بعضنا وكل شيء. هو عمل شخصي معناها مش نحن قدمناه للسلطات، قدمناه رغم اللي شنو كانت إجابتهم؟ حتى إجابة، حتى شيء قدمناه على أساس أنه باش يمشي لرئيس الدولة والولايات اللي تداولوا الكل معناها نقدموا لهم السي دي متاع المشروع بالطبيعة معناها اللي قمت به أنا، مش معناها هذيك هي الفكرة المقدسة ولا هي لازم تكون عليه الفسقية، هي هو مقترح وتنجم تكون فما مقترحات أخرين، وهذا اللي قلته للعباد فما ناس تقلقوا. أنا كي عملت التصور الفني وهبطته في تقلقوا عباد يتصوروا هذاك المشروع الفينال، قلت لهم ليه أنا عملت تصور والمجال مفتوح، اي واحد ينجم يتخيل كيف يعمل التصور نتاعو. كنت احنا حابين باش هذا هو ندفعوا ممتاز. نشكرك برشا الفنان حسين مقدادي على قبول الدعوه وتواجد معنا، شكرا ليك ومرحبا. شكرا لك انت معناها بصراحه معناها نحب نشكرك على حاجه هي انه معناها على اخلاقك العاليه، وفيش فين شفتها أخلاقك العالية. أنت اتصلت بي ممكن مدة 3 شهور ولا أكثر، وأنا وقتها مشغول مجسم فلسطين وبعده تشغلت بخدمة أخرى، وتكلمني ونبدأ محرج معناها ما نحبش نظر كيني متعالي ولا ما نحبش نجيك البرنامج تاعك، لكن الظروف ما سمحتش باش نجيك، ومرة الأولى والثانية والثالثة وكلمتني برشا مرات، وكل مرة نقول عزيز
مش يكلمني متغسس، اكتشفت اللي انت انسان معناها راقي برشا وما ماخذيتش موقف الكل واخلاق عاليه. حتى الاخر معناها اتصال مدة 3 ايام كلمتني كانه واحد اخر يقول لك لا انا كلمته برشا مرات سلعيته. هذه الحقيقة معناها ميزة فيك يعني. العفو، مرحبا بك، وأنا سعيد بمحاورتك ومرحبا بك في كل وقت. تحية زادة إلى المخرج التقني يوسف النجار المخرج الجميل، كيف كيف زادة تحية إلى المخرج الرقمي سيف الدين بولعريس. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا بالنسبة لهذا الأسبوع، نتقابل إن شاء الله لحد جاي في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ما بقى لي كلمش، نقول لكم إلى اللقاء.